صابونة بيكليرز بتنظف وتطهر البشرة، وكمان صن سكرين بمعامل حماية SPF 50. أنا لما جربت صابونة بيكليرز حسيت بانتعاش، بشرتي بقت أحلى وأنعم. بتزيل الحبوب والهالات السوداء، وكمان تقدري تستخدميها كمزيل للميك اب. عرفتوا قد ايه بقى هي سحريه وفعاله؟ هي اكيد حاجه في الصابونه. عارفين اكتشفت ايه كمان من مدمر استعمال بيكليرز؟ من بعد بيكليرز بقى كل نشاط وحيويه. فعلا انا بحس ان بشرتي بقت اجمل وانعم لما استخدمت بيكليرز. مش أنا بس اللي أحس، بيكليرز.